السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم من جديد. إذا إخواني أخواتي، حالة انتحار وجريمة بشعة بكل صراحة شهدتها مدينة أكادير، وبالضبط بدوار تيحونة، جماعة إيموزار إيداو تالان. هاد الجماعة الهادئة وهاد الدوار الهادئ اللي استفاق على واحد الفاجعة ديال إمام مسجد اللي صفاها للزوجة ديالو وصفاها لنفسه في حد الواقعة اللي هزات هاد الدوار، وهزات يعني داك الكالم اللي كتعيش فيه هاد الساكنة ديال هاد الدوار، دوار تيحونة بجماعة إيموزار إيداو تالان. إذا إخواني أخواتي، فكيف ما قلت سلفا في فيديوهات سابقة، 2022 لا تختلف على 2021. فيوم أمس اهتز الرأي العام بالفاجعة ديال مدير بنك ديال مدينة طنجة، واليوم كنهتزوا أيضا وكيهتز الرأي العام بهذه الفاجعة اللي وقعت يعني في هذا الدوار، دوار تيحونة. بكل صراحة فاجعة اللي ما كينتظرها شي حد، خصوصا لما كتجي كتلقى أن المرتكب ديالها هو إمام مسجد حامل للقرآن الكريم. إذا إخواني أخواتي، فالانتحار وهذه الجرائم لا تستثني أحدا، لا تستثني أحدا. فلحظة ديال الطيش واللحظة ديال الخروج عن الوعي، تقدر الإنسان يرتكب أي حاجة مهما كانت يعني المناصب ديالو ومهما كانت المستويات ديالو. فهذا الشيء استنتجناه من الفاجعة ومن فواجع أخرى، إلا من رحم ربي كما تقولوا. إخواني أخواتي، فهذه القضية ديال هذا الإمام اللي كتجهل لحد الساعة يعني الأسباب والظروف وعلاش يعني ارتكب هذه الواقعه، بحيث انه قدم على التصفيه ديال الزوجه ديالو، ومن بعد يعني لاح راسه في واحد المطفيه وبقى يعني مده طويله حتى توفى وجبدوه الاهالي ديال هذاك الدوار. اليوم لما اكتشفوا هذه الفاجعه ولما شافوا النار اللي كتلتهم المنزل من بعد ما يعني شعل العافيه في اللحظه اللي يعني صفى الزوجه ديالو، ف أضرب النار كما تنقولوا في الشقة وفي الدار اللي هي لاصقة بالمسجد فين مشارط. فهذا الفقيه يعني كيف ما تنقولوا العلم لله بخصوص يعني الأسباب الحقيقية اللي خلاته يدير الفاجعة الساكنة، ما يمكنش غتنتظر من فقيه حامل القرآن الكريم إمام مسجد أنه غادي يرتكب، غادي تكون على باله يعني حتى الأسباب لحد الساعة. يعني السلطات دخلات ودارت تحقيقات ديالها باش ان يعني توصل للاسباب الحقيقيه اللي خلات هذا الامام انه يرتكب بكل صراحه هذه الفاجعه اللي هزت الراي العام وكتهز الراي العام حاليا، لان يعني خرجات الاضواء. فهذا بكل صراحه ان لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فهذا هذا الامام هو الان جاني، تجهل الاسباب يعني الارتكاب ديالو الفعل في حق الزوجه ديالو، علاش يعني قام بالتصفيه ديالها، واش هناك امر يعني كيوحد هذه القضيه وكيخلي هذه القضيه انها كتشترك مع مجموعه ديال القضايا اخرى، منها يعني الخيانه، منها بزاف ديال الامور. واش هناك يعني اسباب اخرى اللي خلات ان الامام ديال المسجد انه ينهار ويقوم بهذا الفعل ديالو، من بعد يقدم على وضع حد لحياته بالطريقه البشعه. الساكنه ديال الدوار ديال تيحونه بنواحي اكادير، فهاد الجماعه عفوا فهاد الجماعه اللي كيف ما قلت جماعه إيموزار إيداو تالان، ف يعني استغربوا وانه يعني هذا الحادث وقع ميقات الفجر خمس تقريبا، يعني ميقات الفجر بحسب يعني الشهادات ديال الناس. واول الفيديوهات اللي خرجت بخصوص هذه القضيه هذه فخرجت مع احد الساكنه اللي صور السكنه وصور يعني حتى المنزل وصور حتى الهالك اللي يعني الامام اللي قدم على هذا الفعل كما تكونوا شاهدتوا اخواني اخواتي في الصوره المصغره. فهذا هو الامام اللي قدم على هذا الفعل هذا الشنيع واللي يعني وضع حد لحياته. فلحد الساعه هذه القضيه هذه هي قضيه طريه، لكن قضيه يعني غريبه وكنستغربوا لها، لان كما قلت المرتكب ديالها امام مسجد حامل للقران الكريم، الى حين ان تظهر مجموعه ديال المستجدات.
فهاد كيف ما قلت القضيه قضيه طريه، اكيد غتكون هناك اشياء اللي مشتركه مع مجموعه ديال القضايات على راس الخيانه الزوجيه، لان الامام قدم على التصفيه ديال الام ديال الزوجه ديالو، وما يمكنش يعني جميع الاحتمالات ما يمكنش توقع ما عدا هاد التوقع. فنخليو الامور يعني المحققين اللي كيسهروا على تبيان وتوضيح الحقيقه جليه يعني العموم ديال المتتبعين ديال الحوادث الماساويه اللي بكل صراحه، اللي كيف ما قلت هذه ثالث يمكن نقول ثالث او لا رابع حاله انتحار في ظرف 24 ساعه. فلا حول ولا قوه الا بالله. الى هنا اخواني اخواتي، الى حين ان لا تظهر مستجدات في هذه القضيه او في مجموع القضايا اللي كنت شارك معكم الاحداث ديالها، كنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، واللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي كتهز الراي العام اللي كنطرق لها اخواني اخواتي. وكنتمنى لكم الحظ السعيد، ونتلاقى معكم في قادم المواعيد ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.